كلمنا عن نزيف الأنف. الحقيقة نزيف الأنف من الأعراض المهمة قوي 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 في أمراض الأنف. ليه؟ لأنها متباينة الأسباب. سببها ممكن يبقى حاجة بسيطة جدا، وسببها ممكن يبقى حاجة مؤشر لمرض عنيف جدا. خلينا نقول إن نزيف الأنف ممكن يبقى سببه حاجات عامة، أمراض عامة أو أسباب عامة ملهاش علاقة بالأنف، زي مثلا مريض بياخذ او بياخد ادويه اللي هي بتزود السيوله، الاسبرين مثلا، وده شيء شائع عند مرضى كبار السن، لازم ياخدوا اسبرين عشان يمنع التجلط والقابليه للتجلط، بيزود السيوله. فالمرضى دول عرضه اكتر مثلا لنزيف الانف، لما يجي لهم دور برد، لما يجي لهم ضعف شعيرات دمويه، فيبقى ده مؤشر لبعض الادويه. كذلك الحاجات اللي هي انتي كواجلانتس اللي برضه زي الاسبرين وغيره، في أدوية تانية بتزود السيولة، في أمراض بيزيد معها قابلية السيولة زي تكسير الصفائح الدموية، زي مرضى الفشل القلبي الكونجستيف هارت فيلير. أمراض كتيرة عامة ممكن ينعكس أثرها سلبيا على أنه المريض ده مجرد أنه يجيله حاجة بسيطة قوي قوي في الأنف يحصل نزيف، ارتفاع ضغط الدم على سبيل المثال. الحقيقة ما بيبقاش السبب هنا هو الأنف كرقم واحد، لا، السبب الأساسي بيبقى الحاجة العامة وبيصحبها شيء بسيط قوي العادي انه ما يجيبش نزيف الانف. فدي قصة. القصة الثانية هي لما يبقى المشكلة في الانف، مفيش حاجة عامة ولا حاجة ولكن عندنا مشكلة في الانف. خلينا نقول ان ابرز سبب لحاجة زي كده هو بيسموه الايديوباثيك، وانا ببتدي بيه مع انه احنا دايما في الكلاسيفيكيشنز والتقسيمات بيجي في الاخر، لانه بيذكر الاسباب وبعدين بيقول في عندنا سبب اللي هو الايديوباثيك. الايديوباثيك اللي هو مش معروف له سبب محدد. طب ليه انا عايز ابتدي بيه؟ انا عايز ابتدي بيه لانه بيمثل على الاقل 80 يمكن 90% من اسباب نزيف الانف، وده شائع عند الاطفال الصغيرين، وعند سن البلوغ او يعني ما يقارب البلوغ بيبتدي المساله تهدى شويه. كتير من الامهات والاباء بيشتكوا ان ابني بينزف او بنتي بتنزف. النزيف احنا بيهمنا ان احنا نبص على مقدمه الحاجز الانفي بالكشف، بنلاقي فيه شعيرات دمويه لان الحته دي شائع فيها اختلاط وتقارب الشعيرات الدمويه، فعشان هي في مقدمه الانف بتبقى عرضه لانها تتخبط، انها تتعور. هو مع العطس، مع الرشح، مع انه بيبلو ذا نوز او بينظف مناخيره، بتتجرح فبيجيب دم. وشائع قوي انه بيقولوا انه في الحر او هو نايم يصحى الصبح يلاقي المخده غرقانه، طبعا ده منظر يخوف. الحقيقه احنا مهم جدا ان احنا نستبعد الاسباب الاخرى اللي بتيجي في بدايه في دايما في التقسيمات كسبب واحد واثنين وثلاثه، ويسيبوا في الاخر هذا السبب للاخر. احنا بالتشخيص بيهمنا ان احنا نستبعد الاسباب ونقول في الاخر اطمنوا، ده مجرد ضعف بسيط في الشعيرات بياخد مرحله معينه وبيهدى، وان شاء الله مع سن البلوغ او ما يقارب البلوغ الدنيا بتهدى. هدفنا ان احنا نقوي الشعيرات الدمويه، ندي محاليل ملح اللي هي بخاخات محاليل الملح ميه البحر، نلطف هذا الجدار، ندي بعض الكريمات او المراهم اللي بتحمي الشعيرات الدمويه في المنطقه دي، ندي له مالتي فيتامينز. نادرا ان احنا نلجا للكي، ولكن ممكن نلجا له لو المساله شديده شويه او متكرره بشكل ملحوظ. دي حاجه بسيطه قوي وبنطمن الاهالي انها ما تمثل سيلش بالنسبه لنا حاجه تقلق، رغم ان شكلها يقلق في الاول. نيجي للاسباب الاخرى، حاجات بقى كتير قوي، منها ممكن بيسموها ديفلوبمنتال او يعني الطفل مولود بحاجه خلقيه في الانف، زي انعواج الحاجز الانفي، اللفه او العوجه بتاع الحاجز بتخلي نوع من هناك من الالتواء في الشعيرات الدمويه اللي ممكن تسبب احتقانها وتكرار التهابها من وقت نزفها. ده سبب. اسباب اخرى للالتهابات، الالتهابات دي ابسطها البرد، دور البرد والتهابات الانف المتكرره. مع الالتهاب بيحصل احتقان في الشعيرات الدمويه واحتقان في الانف، فممكن الشعيره الدمويه تفتح شويه تجيب شويه دم. منها الاورام الانف. يهمنا قوي في النزيف حاجه اسمها الورم الدموي. الورم الدموي ده حاجه بتيجي في سن الصغيرين في الاطفال بالذات الذكور، وعلشان كده انا لما بيجي لي طفل يشتكي من نزيف من الانف هقول له ناحيه ولا اتنين، يهمني قوي هذا الموضوع. الايديوباتيك اللي هو العادي اللي بيجي كتير بيجي في الناحيتين، بيغير، مش مشكله انه يجي ما بيلتزمش بمكان، لكن لما يقول لي ناحيه واحده اقلق. ناحيه واحده دي تعني ان ممكن يبقى عندي مشكله، قد يكون ورم دموي. مهم جدا في ناحيه واحده ان انا ادخل المنظار وابص كويس عشان استبعد وجود ورم دموي. الورم الدموي ده قصه معينه ثانيه بتحتاج لها نوع من العمليات. النزيف بقى اللي بيجي في سن كبير ومش نتيجه ادويه او امراض لازم يشغلني انه ده ممكن يكون فيه لحميات ورميه او اورام خبيثه، لازم او فطريات معينه.
ده لازم برضو نمشي وراء التشخيص، ندور عليه بالمنظار وبالاشعاعات عشان نعرف السبب ونعرف علاجه. شكرا جدا لحضرتك دكتور حسين. شكرا.